ان شبه الرياضيين كلهم تعافوا من الملاريا الحمد لله، صحتهم كويسه وتحاليلهم كلها سالبه باذن الله، غير باستثناء زوز رياضيين قاعدين مصابين بالكورونا الحمد لله تحت العلاج وتحت الملاحظه، وان شاء الله نهايه الاسبوع تحاليلهم حتكون سالبه. وعندنا الرياضي زكريا حتى هو يعاني من التهاب بسيط في القولون، وان شاء الله اليومين ما يتعافى من الالتهاب ويرجع بصحته. وثالث شيء نحب نشكر وزارة الصحة، نحب نشكر وزارة الخارجية وعلي راسها الأستاذ محمد الطويل اللي وقفوا مع الرياضيين ووعدهم إن هم حيدير مجهودة يطلعوا يعالجوا في روما وفي إيطاليا في أكبر مستشفى للأمراض السارية. الحمد لله الشباب كلها تعافت وصحتها كويسة، وإن شاء الله نرجع للوطن إن شاء الله عن قريب وبصحة كويسة، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله حنرجع أقوى، وبإذن الله عندنا عزم وإصرار بإذن الله إن إحنا نستعدوا لكأس العالم ونحققوا نتائج كويسة. لكن قبل كل شيء إن شاء الله يوقفوا معنا ويوفروا لنا جميع الإمكانيات مش إن إحنا نديروا نتائج، رغم إن إحنا قدمنا نتائج في كأس أفريقيا بقلة الإمكانيات وفقدنا فيها أخونا أيمن بن قريش والحمد لله. وإن شاء الله ونشكر جميع من وقفوا معنا سواء بالدعاء ولا بكلمة طيبة، وبارك الله فيكم ومشكورين. هاي السلام عليكم.